في محطة سكة الحديد خدع راعي بقر سيباستيان وسرق منه بيل، وأرسل سيباستيان إلى بلدة أخرى. وذات يوم وأثناء العاصفة تحطم القفص وهرب بيل. لكن الشرطة طاردته لاعتقادها أنه كلب شرير. وأثناء مطاردة المفتش كارليلد وكلبه لا، وصل بيل إلى النهر بصعوبة. ووجد الجسر وقد حطمته العاصفة ومستوى المياه ارتفع. بل لا يستطيع السباحة لأنه يجر وراءه سلسلة كبيرة. من ناحية أخرى تأخر سيباستيان لأنه ذهب لإحضار الطبيب إلى القرية. ثم عاد للتفتيش عن بيل. العمل لا ينتهي. ما هذا؟ يا لك من كلب جميل. ما الأمر؟ تريدني أن ألحق بك؟ فهم. حسنا هيا. جرى لهذا الصبي؟ إنه مصاب بالحمى، حالته سيئة جدا. مسكين مصاب بالحمى. نعم، حرارته مرتفعة جدا. بل أين أنت يا بل؟
أنا متأكد أنه الكلب الشرير. هيا لنلحق به بسرعة. هذا يفي بالغرض. وهو كذلك. هاي سنستعمل المركب الليلة. أيها الرقيب، اعتقدنا أنه لا بأس الآن باستعماله. الوضع خطر، لا تستعملوه حتى يخف مستوى المياه عن الخط الأحمر على العمود. أهم، إذا يجب أن ننتظر قليلا. هذا هو القانون. شكرا جزيلا أيها الرقيب. سنحاول عبوره الليلة. سنخالف أوامره الليلة؟ لا تخف. ما بك؟ تبدو جائعا. سأحضر لك طعاما. ما الأمر؟ ألا تريد أن تأكل؟ هيا كل. صباح الخير أيها الرقيب. لا تدري أني رقيبا، ناديني أنطونيو فقط. كيف أيها الرقيب؟ لا تتحدث مع والدي. أبقي فمك مقفلا. كم مضى لك في هذه القرية؟ شهر واحد فقط. المنازل الثلاثة سرقت في تلك الفترة. كلا، بل أربعة منازل. ماذا؟ المنزل الرابع سرق أمس. وماذا حصل للسارق؟ تبحثون عنه الآن؟ أمسكه إذا أردت قضاء بعض الوقت مع ابنتي. لكن اعتقل السارق إذا أردت الخروج مع ابنتي. لا أريد رجلا ضعيفا ليكون زوجا لابنتي. ضعيفا؟ لا أستطيع تحمل مثل هذه الأرباع. اعترض بعد أن تعتقل السارق. هيا اذهب. تعالي معي. أتمنى لو كنت كلبا ليهتم بأمري. أنا شفت جديد أدعى أنطونيو توبوز يا سيدي. وأنا رئيس شرطة أليبا مونتي وأدعى كفاليلو. نعم سيدي، أنا آسف لإزعاجك. كلا، أنا الآن أطارد الكلب الشرير، إنه المجرم الأول حاليا. الكلب الشرير؟ الكلب الأبيض البيرينيه. البوليس الفرنسي فشل في اعتقاله ويجب علينا نحن أن نعتقله. الجائزة الكبرى ستمنح إلى الذي ينجح باعتقال الكلب. الجائزة الكبرى؟ إنها فرصة جيدة لك لتحصل على الامتياز. الامتياز؟
حاضر سيدي، سأعتقله حالا. ماريانا، ماريانا. مرحبا سيد مولينو. ألم نلتقي لتونا؟ نعم نعم. ماذا تريد؟ جئت أبحث عن الكلب يا سيدي. كلب؟ لا يوجد كلب هنا. الكلب الأبيض الكريم. لا تقلق بشأن الكلب، جد السارق، هيا اذهب من هنا. حسنا، لكن الكلب أهم في الوقت الحاضر. لن أدعك تبقى هنا إن لم تجد السارق بسرعة. كنت خائفا أن يكون قد اختفى في العاصفة. اي مرحى، اطمر معي. هل رأيتما كلبا أبيض في الجوار؟ كلب أبيض؟ كلب مريني، هل رأيتما؟ هل رأيته؟ كلا. حسنا، أخبراني عندما تجدان الكلب. إلى اللقاء. حسنا، كما تشاء. إلى اللقاء. يعرف أبدا أن الأغراض المسروقة موجودة في هذا الصندوق. إنه مأخوذ بمحاولة إيجاد الكلب. لنأخذ كل المحصول الموجود في الطاحونة كما خططنا له سابقا. حسنا، سننقل جميع المسروقات الليلة. بل منذ البارحة. لا بد أنه مهم جدا بالنسبة لنا. بل أين أنت؟ المكان هنا مناسب. حسنا، هذا كفيل بإبقاء المركب. سأذهب وأشعل النار في المزرعة. اكسر أنت الباب أثناء ذلك. يا ويلي، النار، النار. مريانا، مريانا، أريد ماء. حسنا، أنا مستعد، هيا بنا. لا. نزح، والفضل يعود لك. أنطونيو،
يقتلان يا سيد مورينو. ماذا تقول؟ كلا يحاولان سرقة محصولك من القمح. فهم لهذا السبب أشعلا النار في مزرعتي. أرداء يسترعيان تباها. تبا لو لم يكن الكلب موجودا. شكرا لك، لقد ساعدتنا أيها الأبيض الجميل. عسى أن مريانا أن احتقرتهما أنا لوحدي. رائع، واحد جديد. أوجعته. أنطونيو، أين الكلب الشرير؟ سمعت أن الكلب الأبيض كان موجودا مع السارقين. نعم، ولكن كان مع اللصوص. من أي ناحية ذهب؟ لما لم تقبض عليه؟ كان المكان مظلما فلم أستطع التمييز. اذهب واجمع القرويين حالا، سنطارده فورا، مفهوم؟ لن يفلت مني أبدا. نعم، ألم تأكل بعد؟ ليس بعد. حسنا، عظيم، هل تريد أن تتناول؟ لدينا وقت. الكلب الشرير وكلب بيرني أبيض، لا تدعوه يهرب. لحظة الحظ، ماذا لنا؟ نعم، لقد ذهب إلى النهر عدة مرات هذا الصباح، ربما يريد عبور النهر. يبدو أن هذه السلسلة. هذا صحيح، لكن لم أستطع نزعها منه. هيا تابع التسليم، هيا. صوت الباقي نهر. أنطونيو، هل نجحت بقدرك؟ لقد جرفه التيار يا سيدي. إذا لن نتمكن من النجاة، سيغرق بفعل التيار. لقد استعدت وعيك أخيرا. الحمد لله. ماذا جرالي؟ كنت ممددا بجانب سكة الحديد. مضى عليك يومان وأنت محموم. ماذا؟ يومان؟ يجب أن أذهب حالا، يجب أن أجد بان. بان؟ كنت دائما تناديه أثناء نومك. بان هو كلبي. كلب؟ خذ هذا الطعام معك. شكرا جزيلا لكما. انتبه الى نفسك. نعم يا سيدتي. ارجو ان تلتقي بين في اسرع وقت. شكرا جزيلا، لن انسى جميلكما ابدا. الوداع، الوداع، وشكرا، الوداع. حظا سعيدا، يبدو انه يحب الكلب كثيرا. صحيح. Oh.
بك يا بوتي. لا أستطيع السير أكثر، لا أستطيع. أعتقدت أنني رأيت بل بل أنا أنت بل ما الأمر يا بوتي؟ تعال. ما الأمر يا بوتي؟ سيباستيان وبيل التقيا أخيرا، واجها أوقات عصيبة، لكن هذا جعلهما متقاربين أكثر. أليس جميلا أن يلتقيا ثانية؟